هذا البرنامج برعاية مساء الخير ورمضان كريم. ان شاء الله يا رب هيك اليوم كلياتكم تكونوا هيك بمود لذيذ وظريف ومهضوم مثل الاكلات اليوم بدي اقدم لكم اياها. مثل ما عودتكم كل يوم رح طلع عليكم بهذا التوقيت ببرنامج اسمه طبق مكاني لحتى نعمل اكلات طيبه ولذيذه. شو رايكم تروحوا فاصل وترجعوا لعندي لحتى اخبركم ثلاث اكلات كل وحده اطيب من الثانيه. ومساء الخير ورجعة قريبة. مثل ما انتم شايفين اليوم حاولت رحلكم على المطبخ الغربي، اكثر شغلة بنحبها الكبار والصغار اللي هي الكريسبي. حعملكم اياها بطريقة لذيذة طيبة، فيكم تقولوا شوي بتشبه تبع المطاعم، بطريقة يعني ما كتير بتاخذ معنا وقت وفينا نعمل لها تحضير مسبق. مثل ما انتم شايفين وحاعمل جنب منها، حسيت هيك انه بدي اعمل جنب منها سلطة تشبهها، فحاعملكم جنب منها كول سلو. وكمان اكثر شوربة مطلوبة شايف بليز بدنا اياها اللي هي شوربة كريمة الفطر. هلا اول شيء بالنسبة للدجاج مشان ما ضيعكم بكل المقادير، هلا هون بلشنا عنا الفتايل تبع الدجاج. شوفوا منظرها بده يجي بهذا الشكل، يعني انا لما بدي اروح لعند الزلمة جيب لا الكريسبي بدي اقول له اعطيني الفتايل يلي بتجي بهذا الشكل. هلا هي ما بقى بدنا اياهم، انا بس مشان ما ينشفوا. في عنا مجموعه من البهارات هلا بدنا نتبلهم انا وياكم. حجيب انا بالعاده وقت لما بكون عن جد بدي اعمل كريسبي بعمل له تحضير مسبق. هلا رح اقيم وضيف عندي كميه الدجاج هون بهذا الشكل. تتبيله الكريسبي لازم يتبل الكريسبي قبل بوقت، يعني انا دائما بفضل لما بدي اعمله كون محضرته تحضير قبل بوقت، ويعني لاككته منيح هيك كاز ايدي عليه بالطحين وبتركه بالبراد يعني شغله شي ساعتين قبل القلي، مشان انا لما بدي اجي اقلي ما يهر الطحين منه، يعني اكسب اكبر قدر منه. هلا هون في عندي ححط معلقه صغيره من الزنجبيل، رشه من الملح، في عندي هون بودره الثوم، اكثر شي بيعطي طعم اللي هو الهيل الناعم، معلش بحب حور شوي انا بحبه، يعني بطلع كمان الزنخه. هون في عندي فلفل ابيض وشوي من الخردل، يعني معلقه صغيره بتكفي. معهم لازم نضيف شوي من الزيت النباتي وتبلهم. هلا للامانه انا هون بهي التتبيله بقى شو بدنا بايدنا نشتغل لانه ما حيمشي الحال بالمعلقه، بس انا عم اقول قبل ما بلش بتتبيلتها شو رايكم ناخذ معنا اول سؤال مشان اذا قعدت بلشت هيك اعملكم كون عم احكي، يعني معقوله بس اعمل هيك وما احكي ما بيزبطوا مع بعضهم. مرحبا معي حنان خضر عبيدو من سلمية، أهلين يا حنان، كيف طريقتك بالمعكرونة بالبشاميل؟ كتير طريقة لذيذة وسهلة، شفتوا؟ هلا بنرجع هلا منعكم وبعدين بنجاوبها لحنان. حنان طريقتي بالبشاميل، طبعا أنت بتحبي تضيفي عليها دجاج أو لا. في عندي صوص للبشاميل، هذا دائما نحن بنقول له الرو، يعني لازم أنا تكون عندي الزبدة قد الطحين، يعني أنا حطيت معلقتين زبدة بحط معهم معلقتين طحين، بحاول حمصهم بطريقة يعني أنا أشوف سفل الطنجرة عندي يكون هيك نظيف، يعني انا ما في شيء هيك مثلا لا السمنه زياده الزبده او الطحينه زياده، هيك بتكون هيك مثل ما بيقولوا ملمومين على بعض، عرفتي شلون هيك جامعين مثل كانه عجينه. وبنزل فيهم بكاسه من مرق الدجاج، يعني يفضل مرق الدجاج انا بفضله كثير، بعدين بضيف فوق منه الحليب وبحط ملح وفلفل وبحط فلفل ابيض بيعطي طعمه كمان طيبه، واذا عندنا برشه زنجبيل كمان بنضيفها. عندك حل من اثنين، يا معكرونه بتكوني سالقتيها وبتحطيها واخر شيء على وش الاشقاون ومفوتها على الفرن، او فينا نضيف اضافه خفيفه اللي هي الدجاج مع الخضار مع بعضهم، كمان ممكن نقلي بصل فليفله ملونه بحط الدجاج بتبلهم مثلا بهارات ملح فلفل، بحب احط شوي من البابريكا شوي من البهارات المكسيكي بتعطيك طعمه طيبه، بضيفهم عليها وبحط مثلا طبقه من الباستا معكرونه، برجع بحط طبقه من الدجاج، بحط طبقه من البشاميل، برجع بحط طبقه من المعكرونه، برجع بحط طبقه من البشاميل، برجع بحط اشقوها بعدين برجع بحطها بالفرن، المهم بتطلع اخر شيء صينيه مرتبه. شو رايكم تروحوا فاصل وترجعوا لعندي مشان نبلش بالكريسبي. ورجعة قريبة. هلا مثل ما انتم شايفين هون تبلت الكريسبي، حطيت
رشة من الملح، شوي من الهيل الناعم، فلفل أبيض مع شوي من الزنجبيل ورشة ملح. قلنا ملح، نرجع من قلنا رشة ملح. هدول هنن ضفتهم وتبلتهم مع معلقة من الخردل وشوي من الزيت النباتي مشان يعطيني طراوة. هلا هون أنا في عندي طحين، طبعا بدي لبكه أول شيء بالطحين، بس قبل أنا بحب يعني ضيف شوي من البهارات نفسها اللي أنا حطيتها على الكريسبي، ارجع ضيف شوي منها، حط معلقة صغيرة هون مع رشة من الملح، وحارجع كمان حط رشة من الملح هون مع البيض، بس انتو حاولوا تعدلوا مشان ما يطلع آخر شيء مالح. هون في عندي معلقة صغيرة من الزنجبيل، معلقة صغيرة من الهيل، لما أنا بدي نكه الطحين بيطلع طعمته كتير طيبة، وهون عندي معلقة صغيرة من الفلفل الأبيض، وحارجع ضيفها كمان شوي مع البيض، وفيكم كمان تضيفوا فلفل أسود حقيم، وضيف عندي كمان رشة. هلا هون رح حرك عندي الطحين، بفضل انه نحن لما بدنا نتبل الكريسبي نتركه شوي. هلا انا بلشت شعل تحت الغاز، يفضل انه نتركه شوي بالبراد، بس هلا مشان دغري نورجيكم الطريقه كيف رح بيكون. بالنسبه للقلي تبعه، كثير ناس بتقول لي حرق، انا لما بدي اقيم الكريسبي وسقطها بقلب المقلايه بتركها لحالها تفوش، يعني انا وقت لما بحطها لا بقدرها، خلص اتركها لحالها بتطلع ادميه هي لحالها هيك، بتعرف امتى بدها تكون مستويه، بتقوم هيك بتفوش لحالها على وش الزيت، يعني ما في داعي هيك انه نقعد نحركها، متى ما حركناها بده يصير يحرق معنا الزيت، يهر معنا الطحين، فهيك افضل نتيجه. هلا في ناس بتضيف مع الحليب مع البيض شوي من الحليب، في ناس بيض على حلو، للامانه انا بضيف شويه مي وما بيعطي اي زنخه، بس فيكم كمان تضيفوا شويه حليب ما بيأثر، بمد معنا اكثر هيك، بس شيء انه حتى اخذ هذا القوام. يعني هون تقريبا حطيت 3 بيضات مع فيكم تقولوا فنجان من القهوه. هلا هون حنبلش بقى باللك، اللك او اللت، هذيك المره كنا عم نتناقش عليها يعني بما انه قلنا نقاش، خلينا نشوف. هلا في عنا هون سؤال، شايفتوا هاما، شو اسهل طبخه طبختيها بحياتك وشو الطبخه الاصعب؟ معاي ريما حسين، شكرا يا ريما على هالسؤال. هلا اسهل طبخه ما بدها شيء، بتجيبي مثل هذا الموبايل، بتمسكي هيك بتدقي تليفون بتطلبي طلب خارجي بيوصل لعندك، هي اسهل طبخه ممكن تعمليها. يعني انا اساسا متى ما فتحته لباب المطبخ وفتت بدي اطبخ، يعني بدها وقت. اصعب اكله بصراحه، اصعب اكله كانت السجقات، اخذت معي نهار كامل تنظيف وحشي وسلق وكذا، فبس مع ذلك حاملكم اياها برمضان ان شاء الله. هلا حنجيب الكريسبي ونبلش اول مرحله بالطحين، خلي هاي الملقط لإلها وحقيمه وحطها بالبيض ورد رجعها، بس انا حاطفي تحت الزيت شوي كرمال انه لسه بده وقت شوي نطفيه، وهيك صوته صار اهدى، طلع صوتي لحاله. هلا حلقيم ورد رجعها على الطحين وحاول كبسها كثير منيح. هلا بصراحه بالبيت بحاول هيك اعملها بايدي بتفشلي قلبي اكثر، بس هلا لانه نحن هوا فدائما هيك في شغلات على التلفزيون نحن ما بنبينها، بس نحن بالبيت لا في عنا شغلات بنعملها وبتطلع ازراف. هلا هحاول بالملقط نفسه، ما بدي مبينه معكم، عم حاول كبس الطحين كثير منيح على قطعه الكريسبي، حارجع ابرمها، المهم انا حاسه انه فعلا تشبعت معي كثير منيح، وهلا شوفوا طلعت معي بهذا الشكل. رح قيمها وصفها هون، نرجع نعمل وحده ثانيه، بس شو رايكم كمان نشوف سؤال ثاني لبين ما نعملها؟ في عنا حياة سليمان عم تسألني، حياة عم بتقلي شو بتفرق كريمة الطبخ عن البشاميل؟ حياة أكيد بتفرق، ليش؟ لأنه أنا اليوم عندي، وقت لما بقلك أنا اليوم بشاميل، قبل شوي كنت عم جاوب أحد المتابعات، البشاميل أنا عندي هو أوريدي صوص عم ينطبخ على الغاز اللي هو الرو، عندي طحين، معلقتين طحين مع معلقتين زبده، بقلبهم على الغاز، بضيف عليهم شوي مكعب مرق دجاج مع شويه مي مع الحليب، وبحط عليه بقيه المطيبات. اما الكريم الفريش هو صوص انا هلا بدي اساوي لكم فيه الكريم الفريش بعد شوي، شوربه كريمه الفطر بيجي جاهز بالبيت، ما بينعمل بالبيت، وإله هنن إلهم طريقه بياخذوا خلاصه الحليب، يعني بيكون حليب كثير دسم، ف كثير ناس بيقولوا لي كيف بينعمل؟ انا بقول لهم لا ما بينعمل بالبيت، الكريم فريش بيجي جاهز. هلا حطيناها بطحين، حرد ارجع ضيفها على البيض اللي خففته بشويه مي وخليته هيك بهذا الشكل. شوفوا هلا حساوي هي معكم
هنرد نرجع نشيلها. حاول شوي ما تخلوا البيض يعني تمص هون، تخليه تشر كرمال ما يكتل عندي كتير الطحين. هحاول كبس بهذا الشكل ورح كملهم هلا كلياتهم بهذا الشكل لحتى يطلع عندي كريسبي عم يقرش. هلا للامانه هو الكريسبي اذا بنرجع عليه، ناس بتقلك انه انا بحط له شوفان، بس احنا اليوم عم نعمل كمان شوي طريقه تكون هيك مقبوله يعني اليوم. وفي ناس انا بحط احيانا كورن فليكس. هلا اذا مثلا شخصين بالبيت بنجيب كورن فليكس، بس احسن بده يكون ساده. اما لما بده يكون مثلا عندي مثلا عزيمه وناس وكذا، فهي بنروح على الطريقه الاقتصاديه الاكثر اللي هي طحين بيض طحين. هلا حنقيمه وشوفوا ما احلاها، شوفوا الصفه ما احلاها، طلعت تاخذ العقل بتجنن. وفيكم مثل ما قلت انا تعملوا لها كمان تجهيز مسبق قبل بوقت، تحطوها بالبراد وقبل الادام بشوي بحطوها بالمقلايه. بس اهم شيء مثل ما قلت لكم هلا حابين ابلش بالقلي معكم، بس خلوني اخلص كم وحده. بس شو رايكم؟ روحوا فاصل ورجعوا. هذا البرنامج برعايه هذا البرنامج برعايه ورجعه قريبه. بس طبعا نحن هاي بنجرب حمي ولا ما حمي، فنزلنا قطعه صغيره. عندي هون اهم شيء الزيت يكون حامي. هلا حامي بتفرق عن محروق، يعني مو بتركه لحتى ينحرق لا، بس انا بحس حرق خلص انه نزل هيك ولو قطعه صغيره من الكريسبي او اي دجاج او شيء لحتى اعرف انه هو فعلا فاش فبتركه. الطريقه الاسلم لحتى انه يطلع معي الكريسبي بجنن مثل ما قلت لكم قبل شوي، هو ظريف حباب متى ما سقطناه بالزيت لحاله هيك بيفوش على الوش وبيمشي الحال لحاله، بيقول لك خديني انا مستوي جاهز. هنقيم ونسقط هون. يفضل الزيت يكون نظيف، مثلا عاليه فيه قبل هالمره ما عندي اي مشكله. انا ما عم لكم انا والله كل ما بقلي فيه بمكبه لا، ولكن بحاول صفيه. وكمان خلينا على شغله تانية، دائما خلينا ست البيت تحسب حساب انه ممكن يحرق، فما تكتروا كثير من كميه الزيت الموجوده. هلا هي رح نقيمها على جنب. لا ليش ما بدناها؟ بدناها شلون بدي اشيلهم؟ طبعا انا هون قلت لكم بدي اعمل جنب منها سلطه كول سلو، برشتهم عندي هون ملفوف ناعم، رح قيمه واضيفه عندي مع شوي من الجزر المبروش بالاضافه للمايونيز. هنقيمهم هون. ما بعرف ليش كل ما بقول مايونيز ما بيخطر ببالي غير امل عرفه. لنشوف هلا شو عندنا السؤال. انجح طريقه نعمل فيها المايونيز من دون ما يفرط شيف نبيله شيخ فتوح. يا نبيله انجح طريقه تعملي فيها المايونيز، انا عم بحكي اليوم هلا مايونيز مو كريم توم، بيضه. هلا في ناس تقول لك بياض البيضه، انا بصراحه بزتها كلها، وبصراحه بيني وبينك الحكي بجيبه جاهز، بس بدي اعطيكي اخر شيء الوصفه. بتجيبي البيضه بتحطيها بالخلاط، بتحطي معها سن الثوم ومعلقه من الخل وشوي من الخردل، بتخليه يخلط منيح وبتشغلي. طبعا بنكون فتحنا طاق الخلاط من فوق، في عنا هاي الفتحه. بدك تجيبي حصره من هالقنينه او بدك تحاولي من قنينه الزيت النباتي، بس شلون بدي اقول لك هيك تكون مثل السنسوله. بدنا نحاول هيك نسقط شوي شوي. هحاول هون جرب نتفه معلي هيك بهذا الشكل، هيك بهي الطريقه يعني يا دوب وخيط مثل ما متى ما حسيت انه بلش عندي ضل عم ضيف 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 هيك. متى ما حسيت هيك الخلاط شو عمل هيك عمل هيك هاي العلكه انه خلص انا وقف، خلص انا صرت مايونيز. فهون انا بوقف يكون عندي المايونيز ظريف وبشهي. وصحيح كان بده كمان رشه ملح، اسمعي مني جيبي جاهز والله نفس التكلفه. هلا لسه ما طلعوا عندي مثل ما انتم شايفين، لساتهم تحت ما بقرب عليهم. هلا لنشوف كمان سؤال ثاني في عنا، وانا كمان بحبك. في عنا منال ابو الخير، بدي اعمل المايونيز بس ما بدي يكون في بيض بالمكونات. طيب هلا ما بدك نعمل فيه بيض بالمكونات بيصير، بس بهالحاله نحن بنقول له هذا المايونيز المخشوش اللي ببيعوه بالسوق. ليه؟ لانه اليوم المحلات الشاورما اذا تعمل مايونيز وتحط بيض بهالكميه فما بتوفي معها، فهن على الاغلب بيستخدموا النشا، بيستخدموا البطاطا المسلوقه. انا على الغاز بتطبخي مثلا كاسه نشا، او خلينا نقول نص كاسه نشا مع كاسه من المي على الغاز لحتى تجمد تمام، بتحطيهم بالخلاط وبتضيفي نفس المكونات اللي كنت عم اقول عنهم قبل شوي اللي هن معلقه خل، خردل، وبتحطي رشه ملح وممكن كمان فلفل، ما بتقول شيء. هلا هون انا حضيف عندي الزبده رح بعدها شوي. هنضيف عندي هون الفطر، طبعا انا هون عم بعمل شوربه الفطر، وطبعا بتشغلي عليهم الخلاط وبعد منها بتحطي
الزيت النباتي. هلا ما بدي بقى الزيت النباتي مثل هذيك، لانه مع البيض بتحسي بده يفرط، اما مع النشا اوريدي هو ماسك. ف تمام، هلا حنبلش نقطع الفطر بهذا الشكل. بلشت تدوب عندي حقيم، وضيف عندي البصلة ناعمة كتير، مبروشة كمان ما بتقول شيء، حقيم وضيفها ما بيعطي طعمة الشوربة كريمة الفطر إلا البصل. هلا فيكن انتو كمان تحطوا فطر معلب، بس ما بتعطي الطعمة مثل ما بتعطينا الفطر الفريش. بظن هاي الكمية بتكفيني. حقيم وضيف هيك بهذا الشكل. بلشوا لاحظتوا كيف الكريسبي بلش يفوش لحاله؟ ما قلت لكم ظريف وحبار؟ هلا رح نقيم ونحركهم. ما بدي كثير حرك الفطر، يعني يا دوب تشويحه، ما بدي يخسر القوام تبعه، فهيك كافي بهذا الشكل. رح اقيم حط شو بدي اقول لكم، رشه طحين يا دوبها، شيء انه خفيفه. هحاول انا شوي خفف الغاز، بتعرفوا على الكفوف شوي صعب اني اتحكم فيهم. هحط رشه من الطحين عليهم بهذا الشكل، بس هارجع اقلب. يا سلام على هالريحه، انا بحب احط معهم البهارات نفسهم. رح اضيف شوي من الفلفل الابيض، رشه من الملح، وحتى ربع رشه. هلا بقلكم ليش، بس وهون في عندي شوي من الفلفل الاسود نتفه، بيعطي طعمه كمان طيبه. هلا بقيم وبقلب بهذا الشكل. طبعا انا بهذا الوقت اجباري بدي مكعب مرق دجاج، انا ما بفضل اني انا اجيب مكعب مرق دجاج، فبفضل دائما كل ما سلقت فروش فورا بقيم الخلاصه تبعه، بصفيهم بالمصفاية، بحطهم بكيس فريزر وزتيه بالبراد، متى ما اجيتي لتعملي شوربه بتكون معاكي جاهزه. حنرجع نقوي ونرجع ننزل بالمرقه فوق، تقريبا ححط نص كاسه كافي هيك، خليها لحتى تتحرك نتفه. حاولوا اول ما بتحطوا المي كرمال ما يكبتل عنا الطحين نحرك ايدنا كثير منيح بهذا الشكل. طبعا هلا حقيم وضيف الكريم الفريش، انا الكريم الفريش ما بحب ضيفه على يعني هذا يكون كثير عم يغلي، فححاول دغري انزل فيه بي وبالويسك بلش حط. وهيك صارت عندي شوربه الكريم الفريش جاهزه، بس حلفنا لا تروحي خليكي هون، هي مشكلته الغاز اللي بيجي ليزري، حسوا الطنجره بتقول انه خليكي شوي. يا سلام شوفوا هالقوام طلع بياخذ العقل، وحاولوا ما كثير تغلوا ولا الكريم الفريش ما بدها كثير غلي على الغاز. وهيك صارت تقريبا جاهزه، حاتركها بس غلوه خفيفه، بدي اضيف عليها الاضافه السحريه، يعني هي اللي انا ما فيني بلاها اللي هي جوزة الطيب، ممكن تجيبوها يعني هيك ناعمه بس عند الزلمه، بس انه هلا لما انتم بتقيموا بتبرشوها دغري فوقها بتعطي كمان طعمه اطيب، بس شيء انه هيك على الوش وما تكتروا مشان ما تمرمر. وهيك صارت عندي تقريبا جاهزه، تعالوا نروح لعند الكريسبي. شفتوا؟ ما قلت لكم طلع لحاله، شوفوا هالمنظر، بس لسه يعني لونه ذهبي بيتحمل نتفه صغيره، يعني ممكن شوي ثاني اتركه ثانيه، يعني ما بده اكثر من هيك. خلينا نروح لاكلتنا يعني ما بدنا نقول اكله، السلطه تبعيتنا. هلا هون حاطفي الغاز او حبعده هيك شوي. هيك صارت عندي شوربة الكريم، والله شوفوا هالقوام، حورجيكم اياه كيف طلع، لانه انا على السكب ما حنزعلكم هلا الشكل، فخليني ورجيكم اياه من هلا. شوفوا لي هالقوام طلع بياخذ العقل، كثير لذيذ. خلينا نروح على سلطة الكول سلو. يا سلام، لاحظتوا لا حرق ولا شيء ولا هرهر الطحين، وطلع منظره بياخذ العقل. قبل شوي كنت عم قلكم على قصة الكورن فليكس، بس أهم شيء يكون سادة. هدول قلنا حطيناهم صحي ليكم، ححط معهم رشة من السكر، يعني رشة كتير صغيرة. هلا في ناس ما بتحب تضيفها، أنا عم بعملها على أصولها، بعض من الناس هنن أنا يعني، بس بدي أعملكم يعني
على اصوله. هلا رح اقيم ونضيف فوقه المايونيز اللي كنا عم نحكي عنه قبل شوي، اللي انا صراحه بجيبه جاهز. هلا حقيم شوف اذا لسه بدي برجع بضيف. هي اسهل سلطه بالعالم، هي اسهل اذا حدا اجى وفرم لك الجزر والملفوف وجبتي المايونيز جاهز، فبتكون اسهل اكل. يا سلام، وهيك سفرتنا صارت تقريبا شبه جاهزه. حكيت كثير مو؟ شو رايكم تروحوا فاصل ترجعوا لعندي بعد شوي؟ وهيك انتهى الحلقة لليوم وخلص معنا الشكل النهائي لأكلاتنا لليوم، يعني منظر بياخذ العقل. شفتوا الكريسبي؟ شوفهم أحلى. طبعا كل ما كانت الزينة أخف كل ما بحس أنه بتطلع أجمل، يعني حتى لو كنا بالبيت هيك شغلة بسيطة، يعني ما ضروري نعمل هون حديقة كاملة، يعني هيك شغلة هيك كتير صغيرة بتعطي جمالية كتير حلوة. تعالوا نشوف شوربة الكريم. أنا آسفة كلكم صايمين وعم تشتهوا، بس الحال من بعضه، يعني أنا بكون عم شوف هلأ وأكيد عم بكون عم اشتهي يعني. فشوفوا منظره كمان طلع بياخد العقل هلأ هون، وهون شوفوا منظر الكولسلو ما أحلى طلع بجنن. طبعا ثبتوا هدول كلياتهم بالكوردونة بهذا الشكل، شكل جدا رائع. وما بتكمل سفرتي إلا لحتى نحط التمرات ونعبي عصيرنا. وإلكم إن شاء الله بشوفكم يا رب بكرة بنفس التوقيت مع أكلة كمان كتير طيبة. هذا البرنامج برعاية